وتواصل المدارس تنظيم الاحتفالات لتعريف الطلاب بمبادرة اتحضر للأخضر، والتي تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفقا للمستويات العالمية، بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كمان تتبنى المبادرة أهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية. نحاول نفهم حضراتكم بشكل أكثر تفصيلا هذا الخبر مع دكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور شاكر. أستاذ باسم، أستاذ أنا، صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم. صباح الفل. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ باسم؟ ازيك يا استاذ؟ طبعا دكتور شاكر، ان هو اسمح لي بس في البدايه، ان احنا بنتحدث عن طلاب وتلاميذ في المدارس، عن اهميه هذه المبادرات وترسيخ هذه المفاهيم عند النشء من الصغر هيفرق بشكل عامل ازاي من وجهه نظر حضرتك لما بيكبر وبيكتسب او بيبقى خلاص هذه الامور من المكتسبات الطبيعيه في اسلوب تعامله مع البيئه؟ عارف حضرتك لما بنقول هو ده الصح، هو ده اللي هيقود في المستقبل، وهو ده اللي هيبقى، هو ده الطالب او هو ده التلميذ اللي طالع متنور ومتعلم وفاهم اهميه الحفاظ على البيئه والتشجير، ويبقى عندنا اكسجين نقي، ازاي هو يحافظ على الشجره في الشارع، ازاي ان هو يعمل اعاده تدوير المخلفات، ازاي يبقى في فاهم حاجه اسمها تنوع بيولوجي موجود. ده هو ده المستقبل، هو ده الصح، وده ده يعني انا ارفع القبعه لاصحاب هذه الفكره، لان لما انت النهارده تخلي التنشئه الجديده او الطلاب او التلاميذ اللي طالعين دول عندهم وعي بيئي ويعرف يعني ايه تغير المناخ واضراره على صحته وعلى المجتمع، وبالتالي هو بيخطط بايده مستقبله. فهو زي ما بنقول كده، دي خطوه ممتازه جدا ان التلميذ او الطالب يبقى عارف يعني ايه اهميه الحفاظ على نقطه المياه، ازاي ان هو ما يلوش البيئه، ازاي ان هو يزرع شجره، ازاي يعتني بيها، كل ده هيصب في مصلحته في الاخر، ويعرف ياكل اكل نظيف، يتنفس هواء نظيف، صحته هتبقى سليمه. فبالتالي دي خطوه رائده، نتمنى ان هي تعمم على كافه المدارس والجامعات المصريه، بحيث ان احنا الاجيال دي هي الاجيال المستقبليه وهي التي تقود في المستقبل. صحيح الحقيقة دكتور شاكر، احنا كمان بنرفع مع حضرتك القبعة لصاحب هذه المبادرة لتعليم الصغار كيف يحافظون على البيئة، لان البيئة دي هي اللي هتعيش ليهم. طيب بالحديث بقى عن تعليم الصغار، انا عايز اعرف من حضرتك ملامح او ازاي ممكن نعلم الاطفال ان هم يحافظوا فعلا على المناخ ويحافظوا على البيئة. دايما الحقيقة في مجهودات لعدم القاء القمامة في الشوارع، انه تحافظ على الاشجار، ازاي ان انت ما ترميش مثلا الصودا او كذا عند الاشجار. كلمنا بقى، علشان اكيد دلوقتي بتسمعنا الامهات، ازاي تعلم ابنها ان المناخ ده مهم؟ قبل الامهات، حضرتك دلوقتي الواحد بقى سعيد دلوقتي ان يجي لنا في اماكن عملنا تلاميذ مدارس عاوزين يفهموا يعني ايه تغير مناخ ويعني عظيم. ايه. فدلوقتي الادارات التعليميه بدات تضخ التلاميذ الى الجهات المعنيه المخصصه في المناخ، ازاي او الزراعه، ازاي ان هو يتعلم يزرع، ازاي ان هو يحافظ على المناخ، يعني ايه غازات احتباس حراري. احنا عرفنا غازات احتباس حراري دي واحنا على كبر. التلميذ النهارده اللي في ابتدائي عنده اتدست كده معلومات في سنه رابعه وسنه خمسه ابتدائي، يعني ايه غازات احتباس حراري ويعني ايه تغير في المناخ. فبالتالي هو هيبدا يطبق بين المدرسه اللي بيسمعه في المدرسه واللي هيشوفه بره في المراكز المتخصصه في الزراعه والمناخ. فبالتالي التلميذ ده التعليم العملي فعلا، بدل الحصه اللي يقعد يلعب في الفاضي او ما عندوش وقت، لا ده دلوقتي بياخدوهم بيجيبوهم عندنا يتعلموا يعني ايه يزرع، ازاي يحافظ على البيئه، ازاي يحافظ على المناخ. بالتالي هيروح هو التلميذ دلوقتي هو اللي هيروح يقول لمامته، يا ماما ده احنا اتعلمنا النهارده كذا، وقالوا لنا نحافظ على البيئه ازاي، ده هو كده عمليه التغذيه
التغذيه من تحت لفوق، التغذيه طالعه من تحت لفوق. التلميذ دلوقتي هو اللي يقول لباباه وهيقول لمامته احنا رحنا وتعلمنا وشفنا ازاي نزرع شجره وازاي نعتني بيها. يا ريت برضه نستغل يعني وجود حضرتك معانا في ان احنا نناشد الاهالي ان هم يكونوا قدوه دايما لابنائهم في هذا الشان. لو بنتحدث عن الموضوع مش مجرد تشجير، مش موضوع ان احنا نحافظ على الاخضر، ولكن كل السلوكيات اللي بتضر البيئه، نرميش حاجه في الشارع، ما نستسهلش يعني اجراءات كثيره وللاسف سلوكيات كثيره احنا نفسنا ممكن نكون بنعملها غلط وبالتاكيد بتاثر بشكل سلبي عليهم. طبعا هو دلوقتي حتى التلميذ لو شاف الاب بيعمل حاجه غلط، لان هو اتعلم في المدرسه وشاف في المراكز ان هو يا بابا لا ما ينفعش كده، فبالتالي العمليه هيبقى فيها نوع كبير جدا من النضج التعليمي، ان التلميذ او الولي الامر هيبقى فاهمين، يبقى اسمها التغذيه المرتده. فبالتالي احنا بفضل الله الكاب دي عملت وعي جامد جدا وخلت الادارات التعليميه تتحرك وبدات تبعت التلاميذ والطلاب للجهات المعنيه، ونبدا نتحضر فعلا للاخضر بالفعل، ان بقى في فعلا مدارس شجرت وفي مدارس اعتنت ومدارس اشتغلت مع التلاميذ ازاي يفصل المخلفات من المنبع. كل الكلام ده كله في الاخر هيرتد علينا وعلى صحتنا وعلى صحه اولادنا في المستقبل. طيب بالحديث عن الحفاظ على البيئة والأخضر، دلوقتي كمان الدولة المصرية بتبذل مجهود كبير جدا في إقامة حزام أخضر في مناطق كتيرة جدا ومحافظات وقرى. حدثنا بقى بما أننا دلوقتي بنوجه رسالة واضحة وصريحة، حدثنا عن أهمية وجود حزام أخضر خاصة مع التغيرات المناخية اللي احنا بنشوفها. والله يا أستاذ بسمة السؤال ده في غاية الأهمية. حضرتك احنا بعد الثورة وقبلها بشوية كان تعدي سافر بكل المقاييس على الاراضي الزراعيه وعلى كل ما هو اخضر، وبالتالي النهارده لما احنا بنعمل استصلاح اراضي جديده وبنعمل حزام اخضر على مصر او على كافه المدن، وبالتالي الحزام ده ليه اهميه كبيره جدا، ان هو بيبدا يعيد او التوازن البيئي مره اخرى، ان نعم. الجو نعم نعم اتفضل يعيد مره اخرى التوازن البيئي والطبيعي للمناخ المصري اللي هو كان بيتصف بان هو دافئ ممطر شتاء. الكلام ده اختل واختلف تماما، فبالتالي احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحاول نرجع رونق المناخ مره اخرى. حضرتك كمان حتى الحزام الاخضر ده يقينا من العواصف الترابيه والرياح المحمله بالاتربه اللي بتهب علينا كل سنه، وبالتالي مثل هذه المبادرات ومثل هذه الحاجات الجميله جدا بتعيد للمناخ المصري مره اخرى رونقه اللي هو بيتصف بالثبات والجمال، وبالتالي نبدا ننتج ونبدا نعيش في هواء نظيف خالي من الملوثات. حقيقي أيضا هناك العديد من المبادرات يا دكتور شاكر، ويمكن من أبرزها بنتحدث أيضا عن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة واللي هتكون في مصر كلها وكل المحافظات المصرية بإذن الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي على وجودك معنا في هذا الصباح.